تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر نوفمبر الماضي، وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز اللجنة لجهودها المقدمة في المجال الطبي، لا سيما تلك الجهود الخاصة بالتعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات والحالات التي تتطلب تدخلا سريعا بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية. وشملت جهود واستجابات اللجنة أيضا توفير الإجراءات الطبية لنحو 113 حالة لمرضى الأورام وعمليات الجامة، فضلا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لنحو 64 حالة، مشيرا إلى إجراء الكشف الطبي على 8767 حالة بالقوافل الطبية في محافظتي أسيوط وشرقية.